الإنسان لو أذنب 1000 مرة في اليوم ليس له إلا من عند الله، يعني لا يوجد خيار آخر، تذهب إلى شيخ تسأله ماذا أفعل، هو ليس لك إلا الله تتوب إليه، هذا واحد. لكن المهم جدا أن الذنب الذي وقعت فيه واستغفرت الله منه لا يكون سببا في تركك لكثير من الطاعات، لا يكون سببا في تركك لكثير من الطاعات، لأن الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أنت كثير الذنوب كثير التوبة، لست أهلا لهذه الهيئة التي أنت عليها، ولست أهلا لأن تأتي إلى المسجد، ولا حاجة لأن تذهب لصلاة الفجر، ما دمت أن تناقض نفسك. ثم ما يزال ينسلخ منه الدين شيئا فشيئا، وهذا من وساوس الشيطان.